في هاي لحظة الفراق لمدة 10 أيام رجع بعد 10 أيام السلام عليكم، أنا رن وأنا جودي من قناة داداتيز. رجعنا لكم اليوم بفلوج جديد. فلوج اليوم شوي محزن، بس يعني حنحاول قد ما نقدر إنه شو خليه مفرح. اليوم على وجه الصباح للأسف رح تسافر نارين، وكمان رح يسافر مو معه. ويا جماعة نحن حاليا كتير حزينين، لأنه بآخر فترة كنا كل يوم مع بعض، وحاسة إنه في شيء من الروتين اليومي رح ينقص بكرة. يا بس حنشتاق للعبة الجكارو اللي أنا دائما كنت بربح فيها. إذا بتشوف يعني الستوريز الإنستغرام أساسا بتعرفوا أنا قديش كنت بربح. بلا ما نحكي أوكي، اليوم نحن مثل ما مبين، أظن مبين شوي إنه نحن بالمحطة جايين نشتري لون هيك توديعة خفيفة، يعني ما كان عندنا وقت نشتري شيء. توديعة بالضحك، يعني مو مسافرين كتير الحمد لله، بس أسبوع بتوقع. آه هيك شيء. فتعال شوف شو رح نشتري، في شيء براسي بدي أشتري. امشي. أول شيء قررنا نعمله يا جماعة، جينا على المحطة من كنا نجيب شيء، بس شوفوا شو لقينا. فحناخد وحدة لنارين. ليكوا هدول كلهم، ويت فيني شيلك كلهم؟ حتاخذيهم كلهم؟ لا لا شوفي شوفي. خلينا ننقي معكم وحدة منهم. أنا أكثر وحدة حبيتها هي هي. هي لنارين طبعا كيوت. لا ليكي في وحده ثانيه حلوه، شوفي اكل يونيكورن كيوت حتى هاي، بس هي احلى صح فلامينجو. يا هاي احلى، يعني مو كتير ولاديه يعني. شوفوا هاي، بس حس الفلامينجو احلى وحده. يا كسكوته. ناخذ وحده لمو، ناخذ وحده لمو. المهم هدول هن اللي اخذناهم. يلا هلا وصلنا على المطعم اللي هن قاعدين فيه. يعني نحن تاخرنا بس شوي، شويه صغيره كتير شوي يعني. والله العظيم مو زمنا يعني. لايمت ضلينا بالجامعه تمينا من اخر. هي كثير طولت اليوم لحتى اجت على البيت. هاي ما كنا بنعرف انك هون، سوري. قلت لك مو حيفرح. هدية الوداع. لا مو شو دخلوا، ما بتعرف انه هو رايح. يور ماتشينج. نحن هلا رايحين بدنا نضب الاغراض تبع نارين، نضب الشنطة. كنا مسافرة جايز، دعوني. خايفة. ليش خايفة؟ ما قلتي لنا مسافرة؟ لا ما قلنا. هلا بنقعد ونقلق بالمطعم. هلا حنقلق. بس رايحة أنام على تركيا و بدها تعمل شيء خطير، وصار لها ساعة خايفة. هلا بعد شوي حنقلكم شو حتعمل. وعم ابكي وحياتي عذاب. يا الله، هن عم يخوفوها، مو عم يخوفها، عم يقلها إنه رح تموتي بعد شوي. شو نحن نخوفيها؟ انت اللي قلتي. انت اللي قلتي لها. تخيلي تخيلي حدا بيحكي لحدا رايح يعمل شيء خطير إنه انت حتموت. لا ويت يا الله. أنا لا انا ما قلت انه حتموت، انا قلت هي حتعمل عمليه. هلا بدي لكم عشان عمليه تشوفها. قلت لها انه في ناس يعني بيتبن، يعني ما بيتخدروا، انه بيحطوا لهم ال. انا هلا عم فكر انا مالي متخدره، وانا ممكن. يا الله رح تتخدري، رح تتخدري. عم حاول. اوكي رح طالع صوره. رح طالع صوره. انا تخدرت من قبل وشكلي صار مقرف. رح طالعه وفرجيكيها. في ريحة كي اف سي، وفي ريحة كل شيء. في ريحة شو هالنظافة هاي. رح ورجيكم ارتب غرفة بالكرة الارضية. لا تمدحينا. بتمنى ام نارين ما تكرهنا بعد هذا الفيديو. يعني جايز انه انا حياتي لحالك بتعرفي، شوي سريعة وشوي حركة. ما يعني ما لحقت، بس اوكي فرجينا الغرفة ورح فرجيهم انه انا عن جد حدا مرتب. فرجيهم. اوكي هي دقيقة ما حدا مرتب. هلا كلياتنا حنشتغل على خلينا نهرب. شوفوا في شيء تقويم. وين؟ اوكي. وشوفوا هي الشنطة امبارح جابتها، ممنوع حدا يلمسها خلاص يعني. ويت ليش عندكم كل هالكاتشب؟ بحب الكاتشب. خسروا الكاتشب تبع كي اف سي. يا سلام. شوفوا قلت لكم ارتب مكان بالكره الارضيه. اوكي هذا اللبس عادي يعني. اوكي وهون السناكس. هي اسمها هذا منسف مو سناك. يلا نرتب. اوكي رح اقول لك انه انا حدا مرتب.
اوكي رح فرجيكي كيف انا حدا مرتب. سو عامله انا القسم اللي هون هو قسم اللبس، ما في أوكي. اي شيء لازم يكون موجود جنبه. أوكي. ما شاء الله، يعني ليك البزر ما لازم يكون جنب ال هذا، بس قسم اللبس، بس لبس. بعدين هون الأرضية هون لللبس. بعدين هاي الصينية، هاي كلياتها قسم السناكس. اوكي. بعدين هاي السوفاي. اوكي. شفتي. عليها بس شناتي. هاي بس شناتي. شوفوا بس هون بس شناتي. هاي شنطاي وكذا وهيك. وهون. اوكي هاي الطاولة هي للشغلات المهمة اللي لازم اتذكرها، مثلا مثل الشنطاي ما لازم انساها. اهم شيء لا ويت هاي ليش هون؟ تنحط هاي معقص. اوكي هاي الطاولة لازم حط عليها الشغلات اللي لازم اتذكرها، فاسبور، ذهب، تقويم اسنان، اني مشط شعري، يب هاد لون. بعدين اوكي هذا بيتاكل؟ امبلا بس قديم. خلينا نبلش ترتيب. شوفوا اظن صار في تقدم، هي الشنطة اللي حتاخذها معها، شوف كيف ترتبت. وهون حاليا عم نرتب، يعني هي الشنطة اللي راح تضل في دبي. هاي لألكم بكره بشوف رن وجودي على سوريا. هاي جايز بس اليوم لا في شيء يجنن، البس هداك الابيض. لا هداك مفاجأة مفاجأة. اوه واو بتلاقوني منزلة بكره فوق فيديو كليب. او ماي جاد جايز، في قطعة فرجيتها لرند بتجنن. حل اسرقها. شوفوا هلا خلصت هي الشنطة اللي بدها تخلي اياها معنا هون بدبي ليكون رتابة. وهنيك لسه هم نحط البواط والشناتي والميك اب، وكمان هدول تبعوت الشعر. حط له شوي اكلات. هلا عم ناخذ كل شيء اكلات ونحطه هون. هذا مسكر لسه. لا مفتوح. مفتوح؟ ممكن تفهميني ليش فاتحه تنتين نفس المره؟ اعطيني جواب مقنع. ليش كيسان مفتوحين؟ يمكن يكون ايدي ما وصلت لتحت. وانا لانه ما بيعرف. خالي خلات امها لنارين، شوفي جايبه عسل. والله عشان تعرفي بنتك ماما بتهتم بصحتها وكل شيء. راح كل الفوكس بس ما علينا. حاليا باقي لنا شوي، بس شوي صغيره ومنخلص ترتيب. خلصنا كل شيء صح؟ الاكلات الثياب، باقي بواط يمكن و والشناتي نكون خلص. يلا يلا بلش. كيفك حبيبي؟ شلونك؟ هلا عم نلعب جاجلو. طبعا انا وياها اوت، يعني ما عندنا ورق بس عادي عم ناكل. يعني هذا الانسان بس بحب يخسرنا. ليش غيران؟ انت الكذاب. الشاشة. لا انت غشان. الحمد لله عم نعلمه تفو عليه. انا مو غش، حظي حلو صح؟ هي والله حلو حلو خلاص. الله صح صح صح. اوكي غيران. انت بتريدي نفسك. لا لازم صور. لو بتعرف شو اللي صار، اكلت الشريكه هلا. شي بيرند يو. شو هاد؟ خاين. هذا فرط من الناس، ما بعرف شو اللي صار. اوكي يلا باي احمد. باي. سي يو. باي. خلص يلا باي. سو يا جايز رتبنا الشناتي وصار وقت نخبركم شو رح اعمل بتركيا. رح تعمل عمليه لانفه. يا نحن عم نقول لا انه انفه اساسا حلو، بس شو حاولنا نقنعها كثير بس خلص ما صار لنا اكثر من يوم عم نقنعها، بس هي اخذت قرارها وحجزت عند الدكتور وحجزت الرحله وحجزت كل شيء، ورايحه هي على تركيا بعد ساعتين. وكثير خايفه، كثير متوتره، عم تخطر على بالي شغلات كثير غريبه. يعني انا عم يعني قاعدين، بس انا تفكيري انه انتم متخيلين انه رايحه عن جد تتخدر تخدير كامل بالمشفى وبعدين تعمل عمليه الانف؟ يعني انا خفت عنك. دعولي دعولي. كثير عم نقول لها شغلات بتخوف كل الوقت. ايه شكرا كثير لكم على فكره، عم يخوفوني كثير.
انا ما بدي اتعلم حلو في عالم بيعمل وقت بيتبنجوا وهن تحت العمليه بيكون مالهم متبنجين بيحسوا بالوجع شي. بس ما فيهم يعملوا شيء ما فيهم يتحركوا ما فيهم بس لا انت ما حتكوني هيك ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله بترجعي عايشه ان شاء الله هي عندي ان شاء الله بشوفك يعني ادعوا لي بس ادعوا هي هاي لحظه الفراق لمدة 10 ايام رجع بعد 10 ايام بتعرفوا كيف يعني كنا كل الوقت مبسوطين وعم نطلع وموفيز وقصص بس اليوم كان كله ستريس والله يعني كل شيء يعني كل شيء كل شيء عم يصير عم نجيب سيره العمليه بس رح ترجع رح تروح ورح ترجع بانفك كثير حلو عم نحمسها انه انفك حيرجع كثير رح اعملكم هيك على طول رح اعمل هيك هاي بدي اشبع من انفك خلينا اشوفه اخر مره سو انفي نودعه يعني بعد يومين عمليتي فانا رح دل مع هالانف لمده يومين لا احكي لك جود لك طيب ما قلت لك ان شاء الله بترجعي عايشه رح ترجعي كل شيء بشوفك بعد 10 ايام عن جد نشوف بعد دعولي جايز انا هلا رايحه اعمل العمليه بس بعد شهر رح تشوفوا رند بتعملكم فلوج مع جودي هاي جايز اليوم نحن رايحين على تركيا رايحين نعمل عمليه بتعرفوا كيف حمستنا وكل الوقت عم بتقلنا روحوا اعملوا العمليه وهيك وخلص انا كرهت انفي حاليا بعد نوز جاب سيزون هذا شو موسم الانوف ايوه موسم الانوف فبس بدنا نقول لكم انه لهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو وتروحي وترجعي يا خلص والله يا جماعه كلنا 10 ايام رح نرجع مره ثانيه كلياتنا مع بعض و لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب بنحبكم كثير احلى ناس وسلام باي باي دعوا لي